أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يتاجر بالبطانيات ويسلمها لبائع، وهذا البائع يبيعها لشخص يوزعها بالتقسيط، ومن بعد ذلك يرجع بالبطانيات مرة ثانية للتاجر من أجل أن يبيعها عليه بنصف الثمن، فهل على التاجر ذنب أن يأخذها وإن لم ما فهمنا السؤال، يبيعها ثم يرجع بعد ما يبيعها، أدري شو السؤال هذا. نعم.